خير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ منورنا، وبدايه اسبوع سعيده كلها طاقه ونشاط ان شاء الله، ومنورنا دايما بمتابعتكم على بي ان سي فود. والنهارده حلقه بنستغل فيها موسم البسله الجميله. البسله جميله قوي في السوق ومش غاليه خالص اليومين دول، فتعالوا كده نعمل منها مجموعه من الوصفات ونخزنها كمان، لان احنا كمان داخلين على رمضان، ففرصه لطيفه ان احنا نبدا نخزن البسله من دلوقتي للطبخات اللي هنحتاجها فيها لرمضان، لان هي مش هتقعد طازه كتير ومش هنلاقيها حلوه كتير، فخلونا نستغل الفرصة دي. تخزين البسلة، تخزين البسلة أو أي خضار في الحقيقة هو من أسهل الحاجات اللي ممكن نعملها. وبعد تخزين البسلة النهاردة عندنا كمان طاجن بسلة كريمي تحفة هيعجبكم جدا جدا جدا. عندنا كمان السلطة الروسية الشهيرة اللي كله بيحبها هنعملها مع بعض، وهي طبعا البسلة نجم كبير وأساسي فيها. عندنا كمان مكرونة جميلة جدا هيبقى الصوص بتاعها عبارة عن سجق وبسلة بطريقة لطيفة كده وهتعجبكم جدا جدا. نتكلم شوية عن التخزين. التخزين له بعض الأساسيات. عندنا مية سخنة، مية سخنة مغلية، والمية السخنة المغلية دي أنا عايزة البراد تاني يا جماعة ممكن؟ المية السخنة المغلية دي بنملحها، فآدي شوية ملح، مش بنملحها كتير يعني، رشة ملح كده، مع عصرة ليمون، وعصرة الليمون اختيارية ممكن نستغنى عنها الحقيقة. وأنا في حالة الحاجات الخضرة بحب أحط إيه؟ رشة من البيكنج صودا. طب ليه الرشة من البيكنج صودا دي؟ البيكنج صودا أو الكربوناتو بتحافظ على إن الحاجة اللي لونها أخضر تفضل أخضر مزهزه جدا ما تغمقش، فأنا بحط رشة من البيكنج صودا في المية اللي يعني هنزل فيها البسلة. طبعا اللي بنعمله دلوقتي إن إحنا مش بنعمل عملية سلق خالص، إحنا بنعمل عملية اسمها بلانشنج. ايه الفرق بين السلق والبلانشنج؟ البلانشنج هو سلق سريع. بمعنى ايه؟ بمعنى اني هنزل الحاجة في المية يا دوب تاخد شوية حرارة وغلوة بالكتير قوي اطلعها، بس مش اكتر من كده. لكن انا مش هحطها واسيبها بقى تغلي وتحرق في قلبها وتستوي، لا خالص، انا مش عايزة اعمل اي حاجة من الحاجات دي اطلاقا. المية بتاعتي جاهزة، وانا يعني ايه هزود شوية مية كمان لحد ما المية دي تغلي، لأن أنا مهم عندي جدا إن المية تكون بتغلي، فأنا هسيب متغطي عليها وبغلي مية تاني في البراد عشان أزود عليها، لأن البسلة لما تنزل المية لازم تكون مغمورة تماما بيها. طبعا البسلة دي احنا جبناها وفصصناها بس مش أكتر من كده. عندنا يا جماعة أي بسلة طازة في المطبخ من غير ما تكونش متفصصة؟ عندنا عندنا؟ لو فيها تقولي بس عشان نوري الناس شكلها وتتفصص ازاي، قد يكون حد بيتفرج علينا ما يعرفش، يا رب نلاقي ان شاء الله. طيب لحد ما الميه تغلي، تعالوا نقول طاجن البسله الكريمي اللي بالدجاج مقاديره ايه؟ رائع رائع رائع، مش قادره اقول لكم حلو ازاي مع شويه رز اصفر. 500 جرام او نص كيلو من صدور الدجاج واحنا مقطعينها مكعبات صغيره، 500 جرام من البسله، بصله مفرومه ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، نص كوبايه كرفس مفروم وجزرة مفرومة، معلقة صغيرة من الثوم الباودر، ومعلقة صغيرة من البصل الباودر، رشة جوزة الطيب وملح وفلفل اسود. نقدر نضيف اي خضار احنا عايزينه مع البسلة بالمناسبة ويبقى على مزاجكم. لو مفيش مشكلة هتشتغلوا بالبسلة بس، او زي ما قلت لكم اي خضار انتوا عايزينه. انا حطيت الووك بتاعتي تسخن على النار، واللي عايزه اعمله دلوقتي اني عايزه احضر الاكل ده. فاول حاجه انا حاسه ان ناقص حاجه، ماشي، عايزه كنت عايزه فيها زبده، انا نسيت اطلبها تقريبا. اوكي ماشي، عايزين نقول الصوص، احنا ما قلناش الصوص. يا ريت. الصوص هنعمله ازاي؟ الصوص عباره عن لتر من الحليب وكوبايه من المرقه وكوباية من كريمة الطهي، 4 معالق كبيرة من الدقيق، ومعلقة كبيرة من الزبدة، ورشة من جوزة الطيب، وأسفة 4 معالق كبيرة من الزبدة، رشة من جوزة الطيب، وملح وفلفل أسود. أما بالنسبة للوش فهنحط له جبنة شرايح، جبنة شدر أسفة مبشورة صفرة وحمرة،
وهنحط له كمان جبنه موتزاريلا. انا بجيب المكعب الطازه ده وببشره لانه بيديني نتيجه احسن بكتير من التاني المبشوره ومجمده. يلا بينا نبدا شغل. هاخد زبده من بتاعه البشاميل لحد ما تجيلنا الزبده الثانيه ونشتغل بيها. في الووك بتاعتي قطع كده محترمه من الزبده. الفراخ احلى حاجه تستوي فيها الزبده. وعلى طول هاخد البصل والجزر والكرفس. جزر، بصل، كرفس، الثلاثي اللي هيبدأ لنا الأكلة الجميلة جدا دي. هندبلهم مع بعض وناخد أستاذة حنان على التليفون واحنا شغالين. يا أستاذة حنان. أيوة. ازيك يا أستاذة حنان؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي يا رب دايما. الحمد لله. أموريني يا حبيبتي اتفضلي. حضرتك انا عايزه اسال عن طريقه عمل البيتزا الايطالي. بيتزا ايطالي من عناية الاثنين يا حبيبتي، شكرا جزيلا ونورتينا. الخضار كله بيتشوح ويدبل مع بعضه وامورنا تمام. طيب هو بيدبل طبعا بسرعه جدا زي ما حصل وزي ما شفتوا كده. ايه اللي هيحصل لما يدبل؟ هنقوم جايبين الثوم وضايفينه عليه الله على ريحة الثوم. تقليبة وعلى طول هاخد الفراخ تستوي في الجمال اللي عندنا ده. طبعا الفراخ دلوقتي هتاخد من طعم كل حاجة محطوطة معاها وهتتنكه بيها. فادي الفراخ. نرجع بس الحاجات دي الحوض واحنا بنكلم امل. يا امل اهلا وسهلا. ازيك يا سارة عاملة ايه؟ الحمد لله يا مدام امل. حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. يا رب دايما يا حبيبة قلبي. بصي انا امبارح كنت بعمل فراخ عتاقي وانت عارفة هي بتقعد قد ايه على النار. عارفة اه. عملت المحلول النقع اللي انت قلتي عليه ما كملتش ساعتين على النار. يا حبيبتي صحة وهنا فرحتيني جدا جدا. قعدت ادعيلك والله كتير جدا امبارح. الحمد لله يا حبيبتي. انا كده كده بدعيلك من غير حاجة. يا رب يخليكي يعني. يا رب فرحتيني فوق ما تتخيلي. شكرا ليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. بس انا ليا رجاء عندك يا سارة. اموريني يا حبيبتي. بصي انت ساعات في ناس بتطلب اعادة الوصفة تروح على الشاشة. تمام. وانا واحده من الناس بفضل قاعده من 8 الصبح ل 5 المغرب لوحدي يا حبيبتي. وانت عارفه يا حبيبتي ان انا كفيف. فبرجوكي بس انت ومحمد حامد لما يكون في حاجه كده نعيدها الله يبارك لي. نقولها من عناية الاثنين. حاضر. اه والنبي يا ساره لا انا بحفظ الوصفه ولما بنتي بتيجي بقولها لها وبنكتبها. من عناية الاثنين ده انت تأمريني بكل حاجه في الدنيا. من عناية الاثنين انت جميله والله العظيم. في كده درجه من الاهتمام يعني الواحد ما بيصدقهاش يعني بتحفظ الوصفه لحد ما بنتها تيجي تكتبها لها. حاضر يا حبيبتي اقراها لك طبعا على عيني. نورتيني يا حبيبتي. يا رب كل البلاتو بيدعوا لك. بنقلب الفراخ مع الجزر والكرفس والبصل والثوم والريحة عالمية. المية هنا غليت فمع المية اللي غليت أنا عايزة أزود مية زيادة عشان أضمن أن البسلة تكون مغمورة بالمية تماما. يلا نسيبها بس تغلي غلوتها مين ونكلم عمر وإحنا شغالين. يا عمر أهلا بيك. وانا بكلم عمر هحط الثوم الباودر والبصل الباودر في الفرن. انا بحبك جدا يا عمر. يا حبيبي انا بحبك اكتر. ازيك في الفرن؟ بحبك جدا. الحمد لله يا حبيبي. انت عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله كويس. هو ينفع تقولي طريقه عمل الكرفس؟ عايز ايه يا حبيبي؟
الكرفس في سلق الكرفس قصدي. طريقة عمل الكرفس. الكرفس ده نبات يا حبيبي بيتزرع. سلق الكرفس مفيش، ما بيتسلقش الكرفس. اتأكد كده من السؤال، تقريبا انت فاهم حاجة غلط بس، وتعالى اسألهولي تاني وهجاوبك على طول يا حبيبي. ماشي. بعد ما الفراخ اتشوحت مع كل التوابل ومع رشة جوزة الطيب ومع الملح والفلفل الأسود، أقدر بقى دلوقتي أحط لها البسلة. كده الخلطة الأساسية بتاعتنا جاهزة وزي الفل. هندي البسلة تقريبا مع الكلام الجميل ده كله وما تنسوش بقى تضيفوا الملح، انا ما ضفتش لسه ملح. نقلب وبس كده خلطة البسلة جاهزة، هنشيلها من على النار لحد ما نجمع بقية الطبق. يلا ناخد الكلام الجميل ده نشيله هنا ونكلم مدام ناديه. يا مدام ناديه اهلا وسهلا. صباح الفل على احلى طرف الدنيا كلها. صباح الخير يا حبيبتي والسعاده. حبيبه إيه؟ قلبي بموت فيك يا ساره. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. بصي انا عندي حاله وفاه، كانش كده كنت زرغطت النور. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك يا حبيبتي. انا سعيده جدا ان انا سمعت صوتها بجد. كلنا والله سعداء. انا كنت قلقانه جدا عليها والله يا ساره، ودخلت حضنتها يعني نص ساعه. يعني نور تستاهل كل خير، اخلاق وادب وجمال وشطاره. ربنا يعزك. الحمد لله على سلامتها. ربنا يخليك. وبصي يا ساره، مدام امل دي كانت صديقه معايا. ست طيبه جدا. دي جميله قوي. يا ريت كلكم تدعوا لها بجد. كلنا والله كانوا بيدعوا لها في البلد. الحمد لله. انا اعرف ان هي ضريره، بس انا بتكلم ما تزعليش مني عشان افهمها ان انا الخط اتحرق ورقمها راح من عندي، انا كنت بتواصل معايا والله. طيب لو عرفنا نجيب لك رقمها تاني هنجيبه لك. كلكم تدعوا لها، وهي لو سامعاني تسيب لي رقمها عشان اتصل عليها تاني. وبشكرك طبعا وبشكر كاست البرنامج على الوصفات الجميله النهارده، وكل يوم طبعا بتكتفينا بكل جديد وكل جميل يا ساره. ربنا يحسن من بين ايديك يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي. وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكي يا رب، وكل امهات مصر تكون بخير، واولهم ماما حبيبتي باذن الله. يا حبيبه قلبي شكرا جزيلا ليكي يا حبيبتي، شرفتينا ونورتينا. طبعا الميه غليت، والميه دي بفكركم فيها شويه ملح وعصره ليمون وشويه بيكنج صودا. واحنا خدنا البسله اللي فصصناها نزلناها في الميه. لو ملاحظين هتلاحظوا ان لون البسله بدا يصحصح جدا ويزهزه ويبقى اخضر زاهي قوي. طبعا ده علشان احنا ماشيين على تكنيك صحيح، وعشان نزلناها في ميه مغليه مش مجرد ميه سخنه، وعشان رشه البيكنج صودا اللي احنا حاطينها، كل الاجراءات اللي احنا عملناها علشان نحافظ على لونها ده اهي نجحت. ولسه عندنا التاتش الاخراني اللي هنعمله، وهو اهم حاجه في الموضوع، الميه المتلجه. لو البسلة دي طلعت اتركنت وهي سخنة في مصفة ولا في بولة ولا في طبق ولا في الكياس ولا في أي حاجة، انسوا يا جماعة، هتاخدوا اللون الأصفر الرمادي الغرز ده اللي محدش بيطيق يشوفه، وهيضيع منكم اللون الأخضر ده خالص. الطريقة الوحيدة اللي نحافظ بيها على اللون الأخضر اللي احنا شايفينه دلوقتي، ان احنا بنرفع البسلة دي أو أي خضار احنا بنعمل له عملية تفريز أو تخزين عامة، بنرفعها من المية دي لمية متلجة. المية اللي عندي هنا مية ساقعة جدا وبالتلج، ده بالظبط اللي احنا عايزينه. وأنا مجهزة كده مصفى، وانا شايفه ان البسله دي كفايه قوي كده، هقوم منزله كل الميه الزياده منها وانزل بيها على الميه المتلجه. هنا خلاص انا حافظت على القيمه الغذائيه، حافظت على الطعم، حافظت على الريحه، والاهم كمان او مش الاهم يعني هو بنفس الاهميه كل الحاجات دي، حافظت على اللون، بقى كله عندي ممتاز. خطوات بسيطه جدا تخلي حاجتنا تطلع ممتازه. هنسيب البسلة دي في المية المتلجة لحد ما يروح منها أي حرارة، مش عايزاها تمسك أطباق التفريز أو تدخل الفريزر أو تتخزن بأي شكل من الأشكال، غير لما أطمن إن هي راح منها تماما كل الحرارة، عشان ده اللي هيحافظ لي على ريحتها وطعمها وقرمشتها ولونها الأخضر. كله بيقعد يقول الخضار المجمد مش زي الطازة، لكن لو اتبعنا الخطوات اللي أنا بقوله ده أوعدكم إنه هيكون زي الطازة بالظبط.
معانا ريهام على التليفون. يا ريهام اهلا وسهلا. زي الصوت بالظبط. زي حضرتك يا شيخ سارة. ازيك يا ريهام عامله ايه؟ تمام كويسه. حضرتك بحبك قوي. وانا يا حبيبه قلبي بحبك جدا. حضرتك بحبك قوي. تسلمي لي يا حبيبه قلبي كلك ذوق. لو سمعتي كنت عايزه اسال عن طريقه عمل الشربات الفلسطينيه. الايه؟ كنت عايزه اسال عن الشربات الفلسطينيه. شرباته فلسطينيه؟ حد فاهم يا جماعه؟ طيب هو احنا مش عارفين هي يعني ايه، بس هنشوف كده ده ايه بالظبط. اه نعمل سيرش نعرف ده ايه بالظبط يعني، ونشوف هو ايه اصلا لان احنا مش عارفين. طبعا احنا كده خلصنا البسله ومش هعمل فيها اي حاجه غير اما تبرد تماما من الحراره، وعشان تبرد تماما براحتها انا سايباها في الميه المتلجه. تعالوا بقى ندخل على الصوص. تطلع ماشي، نطلع فاصل ولما نرجع نعمل الصوص. هنطلع فاصل صغير ولما نرجع نبدا نجمع طاجن البسله الكريمي اللي بالفراخ. مستنياكم. رجعنا من الفاصل وهنعمل دلوقتي الصوص اللي هنغطي بيه طاجن البسله بالفراخ الكريمي. وطبعا البسله اللي احنا طلعناها من المايه المغليه لسه زي ما هي اهي. ورينا يا مصطفى اللون، شايفين يا جماعه بقى لها قد ايه في المايه واللون؟ في اي حاجه في اللون ولا اي حاجه؟ اللي يمشي على خطوات صح اموره لازم كلها تبقى صح. وسايبينها برده لحد ما نطمن ان هي بردت تماما. يلا بينا على الصوص. هنحط الزبده وهنحط معاها الدقيق. نجيب مضرب سلك بالمره او سيليكون بالتحديد يعني عشان ما يبوظلناش الحله. يلا ونحط الدقيق ونقلبه مع الزبده لحد ما يخلط بيها تماما. يبقى عندنا رو او خليط من دقيق وماده دهنيه اللي بنبدا بيه دايما صوص البشاميل. وبنشوح تشويحه سريعه بيكون ليها دور مهم جدا في ان احنا نطلع الطعم النشوي الرخم من الدقيق زي الفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد المرقه ننزلها ونقلب. هنقلب كويس لحد ما ينعم خالص، لان كل ما هننعم دلوقتي كل ما هضمن بشاميل ناعم. وهبدا اصب شويه لبن واقلب وشويه تاني واقلب وناخد نهى على التليفون واحنا شغالين. يا نهى اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا شيخ، ازيك؟ ازيك يا مدام نهى عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. انا بس عايزه يعني عايزه اسال سؤال على التخزين بتاع البسله. قولي. في ناس بتخزن البسله من غير ما تحطها في الميه، ده صح ولا لا؟ اوكي. والفاصوليا الخضراء اخزنها بنفس البسله بالظبط ولا ليها حاجه ثانيه؟ طيب هقول لك حالا، بالنسبه للناس اللي بتخزن من غير ما تنزل في الميه مش غلط، يعني مش هيكون حاجه مضره مثلا حصلت بسببه او كده اطلاقا لا، ولكن مش هو اللي هيديني افضل نتيجه. اللي بيديني افضل نتيجه تكنيك البلانشنج او السلق السريع اللي احنا بنعمله دلوقتي، ده هو اللي بيحافظ على اللون والطعم والريحه من اي تغيرات ممكن نكون مش راضيين عنها، فانا بحبه جدا. الحاجه الوحيده اللي مثلا ما بعملهاش حاجه ساعه التخزين مثلا القلقاس، ده لا اقطعه وخزنه على طول. التكنيك اللي احنا عملناه دلوقتي بينفع هو هو للبسله، للفاصوليا، للبروكلي، للارنبيط، للباميه بس في الباميه زودوا الليمون شويه، للجزر، وانتوا بقى ايه
بصوا يعني الحاجات اللي زي الجزر مثلا ما تحطلوش ليمون، حط له ملح بس كفايه. الحاجات اللي لونها اخضر حديها رشه الكربوناتو. هنبدا نلعب كده على كل واحد الاختلافات البسيطه. الباميه هزود الليمون عن المعتاد علشان بس ايه ما تنغطش. فكل حاجه وليها حاجتها، لكن التكنيك في الاول وفي الاخر واحد. القلقاس بس هو اللي بيفشل جدا معاه التكنيك ده، او مش بيفشل، مش بيدي احسن نتيجه. والبطاطس ليها برضو تكنيك تاني مختلف شويه. واوعدكم يا نور عايزين نعمل حلقه تخزين خضار في تجهيزات رمضان، ممكن نعملها بدري كمان عشان الناس اللي تلحق تبدا فيها على طول. هعملها لكم قريب جدا، ودي اجابتي على سؤالك لحد ما تشوفي حلقه تفصيليه بقى عن الكلام اللي انا بقوله ده. نعملها ان شاء الله الاسبوع الجاي على طول باذن الله. بس كده البشاميل على النار، رشة جوزة الطيب ورشة من الفلفل الأسود وشوية ملح وهنقلب لحد ما الصوص يغلي معانا. طبعا انا عندي كريمه لسه ما حطيتهاش خالص. مين معانا على التليفون يا ولاد؟ ايوه، اول حاجه اقفلوا الدوشه اللي انتوا عاملينها وقولوا لي مين معانا على التليفون. ام فريد معانا على التليفون. يا ام فريد، يا ام فريد، ازيك يا ست؟ ازيك يا ام فريد، منوره يا حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. انت اخبارك ايه؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ كله زي الفل يا حبيبتي الحمد لله. ازاي يا ماما واخواتك عاملين ايه؟ كويسين وزي الفل بخير الحمد لله. طب انا بقى انا عايزه اسالك سؤال معلش على موضوع القرص بتاعه اللبن رايب. قولي لي. اتفضلي. انا جبت اللبن رايب ل 2 كيلو. حلو. وعايزه اعمل 3 كيلو، احط عليهم قد ايه لبن رايب؟ المقدار المقدار يا حبيبتي امشي عليه زي ما هو. وسمنه. انت شفتي حلقه امبارح؟ انا بيتهيألي امبارح كانوا بيعيدوا القرص، شفتيها؟ ما انا عايزه المقدار؟ انا شفت حلقه امبارح بسألك النهارده. حاضر، هجيب لك المقدار، هجيب لك المقدار وانزله لك على الشاشه واقوله لك كمان دلوقتي حالا. نورتيني يا حبيبتي واهلا وسهلا بيكي. نور من فضلك ممكن القرص الطريه؟ شكرا يا حبيبتي، حالا يا روح قلبي هجيبه لك حالا حالا حالا. بنقلب والصوص زي البشاميل العادي طبعا، مجرد ما هيغلي هنشيله من على النار. والخطوه الطريقه اللي عملنا بيها التدريجيه دي بتدي بشاميل ناعم جدا 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 وما شمش فيه اي ريحه دقيق ني خالص، يبقى مظبوط قوي قوي قوي. كل ده انا الكريمه جنبي لسه ما استخدمتهاش اهو، لان الكريمه مش بنحطها في المراحل دي، بنحطها في الاخر خالص. تقليب تقليب تقليب، واول ما يغلي هيوصل للدرجه لدرجه التقل اللي احنا عايزينها. وناخد مدام سناء على التليفون. يا مدام سناء اهلا بيكي. الو. ايوه مدام سناء، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا روح قلبي، انت وحشتيني. وانت كمان يا حبيبه قلبي اهلا بيكي. والنبي يا استاذه ساره الله يبارك لك. قولي لي. تسلم ايديكي على الحاجات اللي بتعمليها. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي يا حبيبه قلبي، يا جميله انت. بقول لحضرتك ايه؟ قولي لي يا حبيبتي. انا عايزه تليفون استاذ حامد. شيف محمد حامد. استاذ محمد حامد. يلا يا نور ظبطي مدام سناء. والنبي الله يخليكي ما تخليهمش يقفلوا. لا لا، ما حدش بيقفل عندنا خالص، حتى لو ما ينفعش هترد عليكي وتقولي. انا بقالي سنه مش عارفه اتصل بيكو. طب والنبي يا نور اديها رقم حامد. ماشي اوكي، انا عارفه حامد مش هيجي. وروان والنبي. حاضر حاضر حالا اهو هياخدوكي يدوكي الرقم. ماشي خديها يا نور، اهي بتكلم حضرتك. اهلا وسهلا بيكي. بس كده بصوا البشاميل غلي، اقوم حاطه الكريمه ويدوب بس اقلبها معاه، بقى عندي صوص كريمي رائع. انا عامله بشاميل خفيف لان انا عايزه الطاجن بتاعي عايم في الصوص، مش عايزاه طبقه كده تقيله على الوش بس. ونشيل من على النار، نشيل الحاجات الفاضيه دي واجي لكم حالا اقول لكم هنعمل ايه.
هنغرق الفراخ اللي احنا نقلناها في طبق بايركس، انا حطيتها اهو في طبق بايركس زي ما انتم شايفين، هنغرقها بالصوص الحلو ده. عرفتوا بقى ليه اسمها طاجن كريمي؟ عشان هو عايم في الكريمه. احنا مش عايزينها طبقه بشاميل تقيله ناشفه على الوش خالص، لا احنا عايزينه كده عايم في الصوص. الصوص ده طبعا مع شويه رز اصفر، شويه مكرونه، شويه شعريه، مش قادره اقول لكم بيبقى رائع ازاي. وهو اللي هيكمل سوى الفراخ وهيكمل سوى البسله. لكن احنا مش بس كمان عايزين الصوص ده، احنا عايزين شويه جبن كده في الوش تخليه فظيع. ولكن بالمناسبه يعني الجبن هنا اختياريه، هو مش ضروري خالص الجبن، انتوا ممكن خلاص كده تدخلوا الفرن، لكن احنا حاطين جبن وهي اختياريه زي ما قلت لكم، بكمياتها بانواعها بوجودها اصلا كل ده اختياري. انا هحط شويه شيدر حمراء، وشويه شيدر صفراء. دايما الجبن في وصفات زي كده اختياريه تماما. في وصفات يعني ما ينفعش مثلا ابقى بعمل صوص جبنه من غير جبنه، اكيد ما فيش منطق بيقول كده، ولكن طبق زي ده لما اشيل منه الجبنه هيفضل طبق ممتاز وجميل وما فيش فيه اي مشاكل. مكعب الموتزاريلا الطازه، كل الناس اللي سالتني يوم الفراخ الكريسبي الجبنه دي بتشد كده ازاي، طازه مكعب طازه. وناس كتير سالتني منين، انا الحقيقه عايزه اقول لكم انا مش عارفه المشتريات بيجيبوه لي منين، ممكن تعرفي لي يا نور؟ انا عايزه اعرف والنبي المكعب اللي بيجيبوه لي ده منين والله. طيب اوكي، هو من احد السوبر ماركتس الكبيره يعني، مش حاجه والله مش هينفع طبعا اقول الماركه، هكتب لكم على الصفحه لان انا ناس كتير سالتني عليه وهو فعلا رائع. هندخل فرن حالا على 200، كل الكلام ده بقى يستوي كده مع بعضه ويبقى رهيب. بس كفايه قوي كده جبنه، طبعا مش قادره اقول لكم القنبله دي هتبقى عامله ازاي. هندخل الفرن حالا، درجه حراره 220 200 اسفه، لحد ما الصوص ده يظبط، الجبن تسيح. وانا ببقى دايما في عندي كده قلق من ايه، من الحاجة اللي فيها صوص كتير لا ينقط على الفرن، فبعمل الحركة اللي انتوا شايفينها دي. انتوا شايفين انا عملت ايه، انا خدت صاج فرن عادي جدا، حملاه شوية مية، واحطه في القاع. طب انا ليه عملت كده؟ عشان اللي هيحصل دلوقتي ان لو في اي صوص نقط من الطبق مش هينزل على ارضيه الفرن بتاعي ويشيط ويتحرق ويعمل لي دخان ويطلع روحي علشان انضفه، ولما انضفه اجرح البوتاجاز وابوظه، لا هينزل في الصينيه اللي فيها ميه دي، مش هيلزق في اي حاجه، مش هيجرح لي اي حاجه، مش هيعمل لي اي دخان وشياط. فده اجراء احترازي مش اكتر. قولي لي يا نور بتقولي ايه؟ يلا القرص الطريه نقولها لحضرتك حالا. الثلاثة كيلو دقيق هتحط لهم لتر من اللبن الرايب، يا كيلو يعني، و50 جرام من السكر، و250 ربع لتر او ربع كيلو زيت كده، ومكعب خميره بيره، ومعلقتين صغيرين ملح، والزيت ينفع يبقى سمنه لو انت عايزاها قرص طريه من اللي بالسمنه. انا بحسها اخف واجمل كتير قوي بالزيت، ولما باكل منها بقى كل يوم، لاني باكل منها كتير بصراحه، ضميري ما بيأنبنيش قوي، لكن لما بتبقى بالسمنه بقلق. بس طبعا هي بالسمنه ليها رونق وطعم تاني، والفلاحي الاصليه بالسمنه، فلو حضرتك عايزاها بالسمنه ما فيش اي مشكله، بدلي على طول الزيت بسمنه. بصوا البسله تاني، انا كل شويه بوريكم عشان اثبت لكم بس ان احنا ايه كلامنا صح، لسه خضره ومزهزهه وزي القمر، وبرده سايبينها في الميه البارده تبرد خالص. ماشي، ايه تاني عندنا؟ اول حاجه احنا عايزين بقى نصفي البسله دي من الميه خالص، هي بردت خالص كده دلوقتي، عايزين نصفيها من الميه خالص علشان نعرف بعد كده نشيلها في الاكياس، لان انا لما اشيلها في الاكياس مش عايزاها يكون فيها ميه، فهجيب بس مصفه على بوله كده ويلا بينا ناخد البسله هنا بقى تتصفى. انا بمسكها بس ساقعه خالص، وده بالظبط اللي انا عايزاه. ها
هتتصفى دلوقتي من الميه الزياده دي خالص، واقدر بقى اعبيها في اطباق في اكياس زي ما انا عايزه وعلى الفريزر عدل. مده صلاحيه اي خضار بنخزنه في الفريزر 6 شهور، بشرط انه ما يكونش اتفك واتجمد تاني، بشرط ان ما يكونش الكهرباء قطعت وهو سحب الفريزر، الشروط المعتاده للحفاظ عليه. يعني ال6 شهور دول هو متجمد. اللحوم عشان بقى يعني جت السيره بالسيره 3 شهور في الفريزر. ما فيش حاجه اسمها انا بخزن لحمه من السنه للسنه، ده كلام فاضي وغلط. اللحمه مده صلاحيتها في الفريزر 3 شهور، والارقام دي مش انا اللي محددها، دي الارقام الصحيه المتعارف عليها من الاف دي اي واللي ماشي عليها العالم كله. فيعني هي مش حاجه انا اللي بقررها بمزاجي، عشان بس يعني ما حدش يفتكر ان انا ايه ده اجتهاد شخصي مني، ابدا ده الصح اللي العالم كله ماشي عليه. يلا بينا ندخل على اللي بعده. اللي بعده عندنا ايه؟ وصفه مكرونه تحفه، واحلى حاجه فيها انها مش عايزه صلصه، هي صلصتها منها فيها. تطلع فاصل لما نرجع طب ما نقول المقادير ونطلع فاصل. يلا هنقول المقادير بس ولما نرجع نعملها. عندنا كيس مكرونه فرفلي مسلوقه نص سلق. طبعا انا طالبه فرفلي بس لسبب لا يعلمه الا الله اللي جات لي فوسيلي، بس عادي هي تمشي يعني، مش هتقول لا بس اللي قدامها عشان ما حدش بس يقول ان انا ما بفهمش. اللي قدامنا دي فوسيلي اللي انا طالباها فرفلي، فدي كده فوسيلي. الفوسيلي اللي هي الحلزوني، الفرفلي اللي هي زي الفيونكا. 250 جرام سجق بلدي قطع، كوبايه ونص بسله، ومعلقه كبيره ثوم مفروم، وكوبايه طماطم مقشره ومفرومه، ونص كوبايه بقدونس مفروم، ونص كوبايه زيتون اسود شرايح، ميه سلق المكرونه وزيت زيتون، ورشه جوزه الطيب وملح وفلفل اسود. مكرونه سهله جدا جدا جدا، هنعملها لما ترجعوا لنا من الفاصل. وطبعا هي المكرونات بمزاجكم، يعني استخدموا اي نوع مكرونه يعجبكم، لكن دايما بنكون اذكياء. لما الاقي مثلا حتت سجق قد كده اختار اي قطع، يعني اي نوع تشكيله مكرونه يكون قده في الحجم عشان الاكل يبقى سهل. يلا بينا اطلعوا فاصل صغير، ولما نرجع نبدا في المكرونه مع بعض، مستنيكم. رجعنا من الفاصل، وبعد ما قلنا مقادير المكرونه الحلويات دي تعالوا نعملها. يلا بينا، شويه سجق وشويه زيت زيتون هما اللي هنبدا بيهم، وهما اللي هيظبطوا لنا الدنيا. وحطوا شويه زيت زيتون مش بطالين، لان احنا معتمدين في الصوص هنا على زيت الزيتون والنكهات اللي هتنزل من الخضار. ادي السجق وهنسيبه يتشوح سريعا. عايزين شويه كرمله حلوه كده على السجق وهو في الطاسه. ماشي، تعالوا بقى ايه نشيل البسله، يا اما اطباق يا اما اكياس، والله كل اللي يعجبكم يمشي معانا. انا شخصيا بفضل الكياس بصراحه للفريزر، لانها بتاخد مكان اقل وبتبقى اسهل. وما بحبش اخزن ابدا خضار كيس كبير. ليه؟ لان انا ما اعرفش انا هحتاجه في قد يعني هحتاج قد ايه. انا ممكن احتاج حبه صغيرين، فعشان ما افكش الكيس كله او ارجعه اكسر منه او يغلبني، كيس صغيره والله واخد كيسين ثلاثة ان شاء الله 10 يا ستي للطبخه. بس اديكي ايه مأمنه نفسك ان الحاجه اللي هتتفك هي اللي هتتطبخ. هنعبيها دلوقتي، بس خلينا نشوف السجق عامل ايه الاول. زي الفل، السجق اخد الكرمله اللي انا عايزاها. اقدر احط له دلوقتي بقيه المكونات. هحط للسجق ده شويه ثوم، وهحط له شويه بسله، والريحه فظيعه. المكرونه مش بالضرورة أبدا يكون فيها صوص كريمة أو صوص طماطم عشان تبقى مكرونة حلوة خالص، يعني ده كلام ليس صحيح بالمرة. طماطم مقشرينها وفرمينها، اللي مش متضايقين من القشر ممكن يسيبوه، وشوية خضرة وشوية زيتون
الكلام الجميل ده؟ عايزينه ياخد شوية ملح وفلفل اسود، بس انا عايزة الاول ثانية كده الف الطبق اللي في الفرن ده علشان ايه؟ ناحية بتحمر اكتر من ناحية. بس زي الفل. هنا رشة من جوزة الطيب ورشة من الملح ورشة من الفلفل ونقلب. هنلاقي بقى عندنا كده جوسس وعصارة وحاجات في الووك هي اللي احنا محتاجينها عشان تبقى الصوص بتاع المكرونة. ولو احتاج تزود الصوص حالا هقول لكم هنعمل ايه، بس اما نشوف الاول نحط المكرونة الاول وبعدين نقرر. ادي المكرونة وهنقلبها، وانا عايزه شويه صوص كده يبقوا حلوين لازقين على المكرونه وفي نفس الوقت يكملوا لي سواها. فانا شايله على جنب ميه سلق المكرونه اهي في ايدي، شلت منها شويه، هاخد منها حبه وضفتها على الكلام الجميل ده. هتساعد في ان انا يبقى عندي صوص بيمسك على المكرونه عشان هي ميه كلها نشويات ما اتسلقت فيها المكرونه. ثانيا هتكمل لي سوى المكرونة وأموري هتبقى زي الفل. ممكن أزود شوية كمان بس، وهسيب بقى المكرونة تغلي وتكون الصوص براحتها. نقدر نحط أي جبن احنا عايزينها على المكرونة دي، بس أنا النهاردة بما إني حاطة في الطبق التاني جبن كتير فالطبق ده عاملاه خفيف خفيف كده من غير جبنة خالص. وخلصت المكرونة، ما أعتقدش في أسرع ولا أسهل ولا أبسط من كده، وفي ثواني بقى عندنا مكرونة محترمة. يلا بينا تعالوا بقى نشوف بسرعة السلطة الروسية كمان مقاديرها ايه عشان نعملها، وبعد كده نشيل البسلة على طول في الطباق. السلطة الروسية هي سلطة البسلة اللي بالجزر اللي بتلاقوها في المطاعم وكله بيحبها جدا جدا. ليها تركية صغيرة هي اللي بتخلي طعمها زي الجاهزة، لان الناس بتقولي لما بعملها في البيت بيبقى طعمها مايونيز بس مش زي الجاهزة. هي عشان فيها مكون معين بيتحط ما بتاخدوش بالكم منه، لكن هو اللي بيظبط طعمها، وهو البيض المسلوق. السلطة الروسية عبارة عن نص كيلو من البسلة المسلوقة ونص كيلو من الجزر المكعبات الصغير برضو المسلوق، اربع فصوص ثوم، بيضتين مسلوقين، وكوبايه مايونيز، لبن رايب وملح، وده كل اللي هنحتاجه. هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نقشر البيض المسلوق ده ونفرمه تماما، ونجيب البوله اللي هنشتغل فيها يلا بينا. هنحط هنا كل مكونات الدريسنج، وهي الثوم المايونيز اللبن الرايب وطبعا الملح. هقلب المكرونة تقليبة وارجع للسلطة تاني. تحفة، ويبان لكم ان هي ما فيهاش صوص وان ملهاش طعم، لكن هتتفاجئوا بالنكهة لما تاكلوها. عايزة اتأكد من الملح. عايزة شوية ملح وشوية فلفل. ادي شوية الملح وادي شوية الفلفل وتقليبة كمان. بس
زي الفل. يلا بينا، عايزين قبل ما نقلب الدريسنج نقشر البيض ده. ونفرمه تماما، عايزينه حتت صغيرة كده بالسكينة. نجيب بلانشة بس نشتغل عليها. وسكينة. وناخد أم أحمد على التليفون وإحنا شغالين. يا أم أحمد أهلا وسهلا. أم أحمد. ألو شيف سارة. أيوة حبيبتي معاكي. ألو معاكي يا حبيبة قلبي. أيوة يا شيف سارة. أهلا وسهلا يا حبيبتي. لو سمحتي شيف، عايزة أسأل بس الطاجن الفخار ينفع على نار البوتاجاز؟ أنواع وأنواع، أغلبية الأنواع بتنفع، بس برضو تأكدي. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا بيكي. أنا بقطعها شرايح صغيرة عشان إيه نفرم. يهميش خالص الشكل، إحنا هنفرم في الآخر. بس كده قطع صغيرة خالص، لأن أنا مش عايزة اللي يجي في بقه حتة يحس إنه أكل بيض. لا، هو في حاجة في الصوص ظابطة طعمه، لكن هو ما يعرفش هي ايه. يلا بينا. بس كده. وهنضيفه للصوص. اللي مش عايز بيض لأي سبب، عنده حساسية، مش غاوي بيض في الأكل، أيا كان يشيله مفيش مشكلة. بس هي الصح بتاعها كده، أنا بحب دايما أعمل لكم الصح وأديكم حرية القرار في إنكم تغيروا براحتكم. ماشي، أنا مع البيض الصراحة بحب أحط رشة فلفل، هي ما بيتحطلهاش بس أنا بحب مع البيض رشة الفلفل، بتخلي الطعم أحلى كتير. فأنا هحط رشة من الفلفل الأسود وهاجي أبص كده على أطباقي هنا، لأن هي خلاص المكرونة شايفين بقت لمعه كده والصوص ماسك عليها. ده بالظبط اللي احنا كنا مستنيين ان هو يحصل، وهو حصل. دي كده هتتشال من على النار حالا، واللي في الفرن كمان شكل وهمي ولازم يطلع حالا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نتعامل معه بحرص. وصل بأمان. حتة طبق شكله تحفة. واديكوا شايفين الجبن ساحت والموضوع كريمي على الآخر، وده بالظبط اللي احنا كنا عايزينه. ماشي، يلا بينا نكمل. نيجي للسلطة تاني وناخد الحاجة ماجدة على التليفون. يا حاجة ماجدة أهلا بيكي. حاجة ماجدة ألو. السلام عليكم يا حبيبتي. عليكم السلام، ازيك يا حاجة ماجدة، عاملة ايه؟ الله يخليكي، تسلم ايدك. الله تسلمي لي يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي. الله يسلمك حبيبتي. وأموريني يا حبيبة قلبي. الله يخليكي، ما أمرش عليك عدو. بس ممكن تنزلي لحضرتك القراقيس والمعجوة، لأني أنا محضرة الحاجة وعايزة أعملها النهاردة حالا. تكون عند حضرتك حالا. ممكن شوية قراقيس بالعجوة يا جماعة من على الصفحة. أشكركم، شكرا. قلبنا وبقى خلاص كده إيه البيض من الصوص. ناخد البسلة اللي بالجزر زي ما هي كده ننزلها.
وحن قلب مش اكتر. وبقت عندنا سلطه البسله بالجزر او السلطه الروسيه اللي كلكم بتجيبوها من المطاعم برضو تاني بفلوس كتير قوي، وهي اصلا اسهل مما يكون. لو عندكم بسله انتوا اللي مخزنينها هتستخدموها مباشره في الوصفه دي، مش هتضطروا حتى تسلقوها. لو انتم يعني حاسين انكم عايزينها طريه ماشي اسلقوها شويه، لكن هي الصح كده على طول. بصوا الجمال، والصوص قوامه رائع وماسك عليها، ولو هتلاحظوا مفيش اي بيض باين، هو بس هيبان في الطعم ان طعم السلطه مظبوط، لكن مش هيبان في شكلها ان في بيض محطوط خالص، في طعمها قصدي ان في بيض محطوط خالص، لكن الطعم هيكون مظبوط وانتم مش عارفين ليه، هو مظبوط وخلاص. يلا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع نقدم كل اطباقنا النهارده، مستنيكم. رجعنا من الفاصل وكل اطباقنا جاهزه وتقدمت، تعالوا مع بعض نشوف عملنا ايه النهارده. النهارده احنا اتعلمنا مع بعض ازاي هنخزن البسله، وبوعدكم بحلقه كامله لتخزين كل الخضار والفاكهه اللي نقدر عليها ان شاء الله لرمضان. وطبعا انا عارفه اللي دايما يتقال كل سنه انتوا بتستعدوا لرمضان كانه الحرب ومعرفش، الفكره مش في كده، الفكره ان مش هيقدر قيمه الاستعدادات دي غير اللي بيشتغلوا، اللي بيشتغلوا ما عندهمش وقت يا جماعه، انتوا مش فاهمين الطرق في رمضان بتبقى عامله ازاي. اللي مروح من شغله على بيته والله ما بيوصل، بيوصل على الفطار. فهي فعلا لو مش محضره كل حاجه على السوى او كده على التجميع ما حدش هيفطر، يعني ما حدش هيفطر فعلا. فربنا يكون في عون كل الستات. يعني المضحك بقى كمان الرجاله هي اللي بتقعد تتريق، انتوا ايه كل اللي بتعملوه ده، ايه الافوره دي، ايه كل الطلبات دي؟ ما والله ده عشان حضرتك تلاقي فطار جاهز في ميعاده، يعني مش عشان اي حاجه تانية في الحياه. لان لما في الايام العاديه لما انا اتاخر في الزحمه نص ساعه فالغدا يتاخر ساعه ولا نص ساعه عادي مش نهايه العالم، بس لما تبقوا صايمين هتبقى نهايه العالم. فكل تحضيرات رمضان بيبقى ده الغرض منها، الغرض منها مش ان احنا نقعد ناكل طول الوقت، الغرض منها ان احنا نعرف نلاقي وقت نحضر الاكل من غير ما نهلك نفسنا، ما احنا برضو صايمين وبرضو عندنا شغل وبرضو عندنا عيال وبرضو عندهم مدارس وبرضو عندهم دروس وبرضو عندهم معرفش ايه. ففوسط كل ده لازم الواحد يتحضر مش اكتر من كده. فاوعدكم بتحضيرات قوية جدا تخلي الوقت اسهل حاجة عليكم يا رب ان شاء الله في رمضان، وتسهل الدنيا جدا. النهاردة كانت حلقة بسلة، خزننا البسلة، عملنا منها السلطة الروسية اللي كله بيحبها، عرفتوا سر التكاية اللي بتطلعها مظبوطة، وعرفتوا ازاي تطلع جميله جدا معاكم. عملنا طاجن البسله اللي بالفراخ الكريمي صوصي خالص مليان صوص، يتقدم معاه مكرونه او بطاطس بيوريه كمان بتبقى روعه معاه، او اي رز ابيض او اصفر بيبقى تحفه. وعملنا كمان مكرونه سريعه جدا بالبسله والسجق، الصوص منها فيها كده جميله جدا. واتمنى ان الحلقه تكون فادتكم وعجبتكم. بفكركم تاني ان البسله اللي هنحفظها في الفريزر دي مده صلاحيتها 6 شهور، بنفك على قد استخدامنا بس، لما نيجي نستخدمها يا ريت لو ما نفكهاش للاخر. يعني لو انا هطبخها نزلي الكيس في الصلصه مش فاكك قوي، ده بيخليها تحافظ على طعمها اكتر وتحافظ على لونها اكتر وتبقى احسن جدا في الطبخ. فدي كل المعلومات اللي حبيت اقولها لكم النهارده، وباذن الله هشوفكم بكره في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. بكره
حلقتنا يعني ليها قصة من الأسبوع اللي فات. عملت الأسبوع اللي فات خلطة التوابل الكيجن، والناس اللي جربتها عجبتها جدا جدا، ما كنتش متخيلة يعني إن هي هتبقى ليها الشعبية الرهيبة دي، فالحمد لله عجبت ناس كتيرة جدا، فطلبوا مني إن إيه تاني ممكن نستخدمها فيه، من كتر ما هي حلوة عايزين منها وصفات تانية. فبكرة إن شاء الله هفكركم بيها تاني وهعمل لكم تاني وصفات منها جميلة جدا، وأنا عايزة أقول لكم بستخدمها بكمية في البيت مش طبيعية. يعني من الحاجات اللي أبقى وقت ما أبقى محتاره مش عارفه اجدد ازاي في الاكل اقوم حطاها على طول، جميله وبسيطه ومكوناتها متوفره وهتفرق جدا في الاكل. بكره استنوا منها وصفات جديده، فاشوفكم على خير واسيبكم في رعايه الله. وبفكركم ان اعاده البرنامج الساعه 10:30 بالليل، كل حاجه بنعملها في القناه من وصفات ومن فيديوهات ومن كل حاجه تخص السوشيال ميديا موجوده على صفحه القناه بي ان سي فود، وعلى يوتيوب القناه كمان بي ان سي فود، على صفحتي ساره عبد السلام بالعربي وبالانجليزي، وعلى اليوتيوب شانل الخاصه بيا برده ساره عبد السلام بالعربي وبالانجليزي. اشوفكم على خير، مع السلامة.